صباح الخير يا احلى واجمل حاجه في الدنيا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه النهارده يوم جديد وان شاء الله يوم حلو. النهارده يا زنجي معايا. طبعا قبل اي حاجه بحب اقول كل اخواتي المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله سنه سعيده عليكم وعيد سعيد ان شاء الله باذن الله، ويا رب يدوم علينا كلنا الايام بخير يا رب يا رب يا رب. فالنهارده يا زنجي معايا طبعا عارفين اجازات مدارس والحضانات والحاجات دي كلها، فبس فخليكم معانا بقى ان شاء الله يبقى يوم لذيذ ويوم حلو ويوم جديد وفي حاجات حلوه ان شاء الله، يبقى يوم حلو وروتين حلو. خليكم معانا، تابعوا معانا فيديو قبل ما نشوف اي حاجه. تنسوش تعملوا لايك شير كومنت وعلى زر الجرس، شاركوا في القناه، اهم حاجه وصلنا مليون مشترك، وان شاء الله فيديو حلو جدا جدا هيعجبكم. خليكم معانا بقى تابعوا معانا الفيديو. فيروزه تعملي ايه؟ بلعب اللعب. الله، العبي معايا زوزو. غزه بتلعب بالتليفون. العبي معايا زوزو. فيروزه ستفوها لسه بقى ليه وقت العب. هتطلعي بيعه النهارده؟ ايوه. ها؟ ايوه. هتبيعي ايه؟ هبيع اربع تجنيه. بيعي ايه؟ العاب. العاب؟ ماشي خلاص. غزل بعت امبارح. وانا هبيع النهارده. ماشي يا فيروز، شطوره يا روز. انت مش هتبيع. انا بعت خلاص. انا بعت كتير. وانا بقى النهارده هبيع في قناه احمد. خمسين خرابي، 50,000 مشترك. طب وصلوا قناة معايا احلى الكام؟ مليون مشترك. يا جماعة قريب جدا بإذن الله، أيام بسيطة وهنعمله أكبر حفلة في اليوتيوب لأصغر يوتيوبر في مصر. يا راح الأمانة فيروز المليون مشترك. هتكمل مليون مشترك؟ لها أيام عديدة يا جماعة. هاي يا فيروز، برافو. أقوى حفلة فيك يا مصر. فيروزة مبروك. تيتا هند ملوخية، لا صالون الملوخية. تيتا عملت لك بطاطس يا روزة. مش عايزة بطاطس؟ لا أنا زعلانة منها النهاردة عشان ما كلمتنيش النهاردة. معلش يا تيتا، مركزة في التصوير بس. أنتي ملوخية؟ لا مركزة في التصوير، مركزة. هي صح يا روزة؟ بصوا يا جماعة، شايفين؟ طلع فيديو ان انا حامل. فيروز شافتني قالت لي ايه ده؟ هجيبها لكم دلوقتي تشوفوا رد فعلها. يا زونه بتعمل ايه؟ صباحك فل يا زونه. يا زنجي معانا النهارده طبعا عشان في اجازه من المدرسه ومن الحضانه والحاجات دي كلها. بس انا عايزه اروح الحضانه. عايز تروحي الحضانه؟ ماشي، عشان بتحبي مس ثانيه صح؟ ماشي. يا زونه ايه رايك؟ ايه رايك في مامي لما كانت هي حامل عندها بطن؟ معرفش. يعني عايز نونو انت ولا مش عايز نونو؟ يعني عايز ماما تبقى حامل يعني عندها نونو ولا لا؟ عايز ولد ولا بنت؟ ولد. وغزل بنت. ايه ده انت؟ انت عايز ولد واجيب لغزل بنت؟ يعني اجيب اتنين؟ ها؟ اجيب اتنين؟ طب جيب لي ولد؟ وبس. اجيب لك ولد؟ حاضر. من عينيا الاتنين. يبقى شبهك يا يزن؟ يبقى شبهك؟ ليه يا يزن؟ انت عسل يا يزن، ربنا يخليك ليا يا يزن. ويخليك ليا حبيبي. ويخليك ليا. مبسوط؟ فطرت ولا لسه؟ تيتا. تيتا كان عملت سندوتش ده؟ اكلت كله. اكلت كله؟ اعمل لك سندوتش تاني طيب؟ ها؟ لا. طب لما تعوز حاجه قول لي. ماشي يا زنه؟ شطور، ما تزعلش حد حبيب مامي. يلا جيف مي فايف. الله. ماشي خلاص، يلا صباحك فل يا زون. صباحك فل يا حبيبي. اي لاف يو. اي لاف يو العالم ده كله. وانا بحب. غزوله بتعملي ايه؟ مفيش واحده لمامي؟ لا لا. يلا ايه اوفي انا شكرا. طب تعالي كده، تعالي هنا. هنا على الدوم يا مامي. طعم حلو قوي يا غزل. بقولك لذيذ قوي. صباح الخير. صباح الخير يا مستر احمد. وطي صوتك يا غزل. صباح النور. صباح الخير يا روزة. شيتوس بيتوس. ايه؟ شيتوس بيتوس. شيتوس باف. شيتوس بيتوس الجديد يا حبيبتي. ده جديد. صباح الخير يا محمد. صباح برنس خير. مصر. عاملة ايه يا غزل؟ غزل دي حبيبتي، خلي بالك. عشان الشيف. انت عارفه بحبك قد ايه؟ محمد خالص. بموت فيك والله. صباح الخير يا روزه. اميره فيروز صباح الفل. صباح الفل.
انا بحبك قوي فيروز على فكره. انا بقول جود مورنينج. جود مورجن. ماما جود مورجن. طب جود نايت. اوه جود نايت. يلا وريني بقى اللاف سيم اللي كان هنا دلوقتي ده، عايز اشوفه تاني. ايه يلا يلا مليان زيت قوي عشان مقلي. ها مقلي والله والله ولا عطيت. يلا خد يلا عشان الطبق اللي عليه تمسك اللي بره يعني. والله اه والله. صباح برنس مصر. ما تغنينا برنس مصر. برنس مصر بيكاس برنس مصر عشان ما تقول مالجوز هدود ملوش هدود مش شايفكم مش عارفكم. هو العوب بالتلفزيون الجو ده حكيته من عامل قلبان. اوه 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 ده قلب راب خالص. يا جماعة بقى بصوا يا جماعة بقى دلوقتي احنا انا بفكر سمعين الصوت ده. احنا موقفين تصوير عشان تصوروا عشان نصور. صباح الفل غزولة تعملي ايه؟ تتمشي؟ قلوبي على العسل. عايزة ايه؟ ورقة شجر يا غزة تجيبيها اللانشون. متقولش ورقة شجر تجيبيها اللانشون. غزة قطعها لها حتت يا غزة. قطعي لها اللانشون حتت على جنب يا زوزة عشان ما حدش يدوس عليه. خبيك ما عشان هتنط عليكي. حطي اللانشون في الارض. حطي اللانشون في الارض. اسمعي الكلام. طيب حطي هلا بقى يا غزل اكليها. شطورة يا غزل. انت عايزه اخليها مش راضي. زول الاموره الحلوه العسوله اللي مزعله ماما الكيوت الاموره. غزل بتشربي ايه؟ بتشربي ايه ده؟ نسيت اسمه. ليمون. ليمون بنعناع. ليمون بنعناع مر صح؟ ليه مر؟ ليه مر؟ وانتي بتشربي حاجه ما تعرفهاش ليه؟ جماعه غزل مزعلاني. ها اكتبوا في الكومنتات قولوا لغزل يا غزل ما تزعليش مامي. لا بزعلهاش. لا بتزعليني يا غزل. اكتبوا في الكل يكتب في الكومنت يا غزل ما تزعليش مامي. لا يا غزل ما تزعليش مامي. لا هي مامي بتزعلك؟ لا. الا وانتي بتزعليها؟ ها؟ ها؟ ما قولي. يلا اشرب. فيروز الاموره بتعملي ايه؟ باكل رز بلبن. والطبق التاني ده بتاع مين؟ بتاع اختي. بتاع اختك حياه. برافو شطوره يا روزه. والليمون بالنعناع ده بتاع مين؟ بتاع بتاعك برضو. الف هنا وشفا يا روزه. انا بحبك يا فيروز. النهارده بقول دلوقتي بنصوره فيديو يا جماعه. زعقت لها قالت لاحمد ايه؟ الحق يا احمد. ايه زعقت لي. قال لها ايه؟ قال لك ايه؟ قال لها هضربها لك. عني كل. يلا الف هنا وشفا يا روزه. احمد بالظبط. والله يا جماعه احمد ليه حركات شبه فيروز وفيروز ليه حركات شبه احمد بالظبط. صح يا روزه؟ ندى محمد ايه الاخبار؟ مالك يا فندم قاعده كده ليه؟ اه الله معك الله معك. زولا بتعملي ايه؟ بعد ما رجعنا طبعا يا جماعه قاعده بتفرج على اللابتوب بعد ما اتغدت طبعا وخدت الشاور بتاعها وبقيت اموره كده. صح يا صح؟ بتتفرج على ايه؟ على نيستيا. تمام. مبسوطة؟ مش عايزة اجيب لك سويتس او حاجة؟ اجيب لك سويتس ولا اجيب لك تفاحة سفندية؟ سويتس. سويتس؟ طيب اوكي. شوف يزن بقى فين؟ تعالوا نشوف يزن بيعمل ايه دلوقتي. يا جماعة بعد ما درجعنا طبعا من التصوير يزن نايم تعبان طول النهار قاعد بقى بيلعب هو فيروز وحياة. هو فيروز وغزل. لحد ما جم بص خدوا شاور واتغدى ونام على طول. وغزل عايزة تنام على فكرة بس بتكابر يعني. عشان ما تنامش. صوت تعب. صوت تعبان على وشه اصلا.
طبعا يا جماعة دلوقتي طبعا بعمل الشاي، طبعا ما اقدرش استغنى عنه في حياتي. طول التصوير يا جماعة معلش، هي بس طول التصوير بشرب، بس طبعا ما بحسش ان انا شربت شاي غير لما برجع البيت كده واقعد بقى في الدفا كده واحس ان انا بشرب شاي. طبعا انتوا عارفين انا بشرب كوباية كبيرة قد ايه يعني، فمش مستغربين من الكوباية يعني. بس تعالوا بقى كده ناخد السويتس بتاعت غزل ونروح نشرب الشاي مع بعض. طبعا انتوا عارفين بشربه من غير سكر. طبعا بصوا بقى يا جماعة ايه الكوباية قد ايه، طبعا دي تعتبر صغيرة بالنسبة للشاي اللي انا بشربه. بص يا جماعة تيتو لما شاف غزل ماسكة اللابتوب راح جيب اللابتوب القديم. وعايز طب ما شغلتوش ليه؟ شغله يلا بس كده خلاص، سيبه بقى سيبه، انت كده شغلته خلاص ماشي. شغل الهوا هشغلهولك اهو. بص هيشتغل، تلاقيه اشتغل دلوقتي ماشي، هتلاقيه اشتغل دلوقتي وهشغلك عليه وتقعد تتفرج عليه. بص لما لقى غزل راح جايبه. بص يا جماعة لما لقى غزل ماسكة اللابتوب ده راح جايب ده عشان يقعد بيه. تيتو هو مرة واحدة بس تتكاش تاني خلاص، هشغلهولك ماشي. انا بحبك يا تيتو. I love you. ايه love you؟ ايه ايه ده كبير انت؟ لا قولي I love you. I love you. I love you. اه I love you. I love you. you بس غزة طبعا مش معانا يعني. ايه يا تيتو؟ ماشي هشغلهولك دلوقتي وتقعد تلعب بيه ماشي؟ ماشي. بس غزل مش معانا خالص، بص ولا هي هنا. بس تيتو والله عسل حلو. ماشي يا روحي. غزولة ايه اللي انت حاطاه في وشك ده؟ ها؟ غزل ايه اللي انت حاطاه في وشك ده؟ ما تعمليش عينك كده. ما ينفعش غلط. بصوا يا جماعة السلسلة دي غزل لقيتها فين؟ في الشيبس اللي بيكسب ساتي تويز، تمام؟ فملهاش قفل، فروحت لقيتها لابساها كده. بس رجعي ورا شوية غزل، رجعي ورا شوية كده احلى. وريني. بصوا يا جماعة عاملة ازاي. فاستغربت لقيت لي مواصلة ملهاش قفل، هلبسها في رقبتي ازاي؟ فجأة اللي عملتها كده. بصوا يا جماعة غزل ايه اللي انت عاملاه ده يا روحي؟ انا الملكة، انا الملكة. بص طبعا سعد على اللابتوب. يا زون صباح الفل يا زون. دخلي صباح الفل يا زون. يا زون صح يا جماعه، تعالوا اوريكم يا زون بيعمل ايه. بصوا يا جماعه هو صاحي من النوم بيتفرج على التليفون. شايفين يا زون؟ لا بتعمل ايه يا زون؟ بصوا يا جماعه بيتفرج على التليفون. بصوا صاحي من النوم والله. بصوا صاحي من النوم، بصوا عينه عامله ازاي اصلا. صاحي على التليفون في كده. بالله عليك في العالم، بالله عليك في كده في العالم. لا لا طب ما انت عارف انه لا بتعمله ليه. ماشي اتفرج على ايه ده؟ ده الفيديو بتاعنا بغزل صح؟ اه تمام يلا كمل يلا. بصوا يا جماعه يزن نايم ازاي على رجل غزل. بصوا هو تقريبا عايز ينام، هو بينام لسه. بصوا 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 نايم ازاي على رجلها. خلوب يا العسل. زوزو خباك اللابتوب يقع منك. ايه في واحد طلع هنا. ايه انا اسمي مامي يا بنتي، انا مش بسمع كلمة مامي خالص. في واحد يا مامي هنا عمل ايه؟ ايه؟ قال كله بلو واصل ريد وجرين ودي ثانية هو بلو و ثانية ايه و بيربل. لا دي بينك و لا دي بلو ودي دي هتكون بيربل. وانا كلها بلو. انا كله بلو. بصي يا بصي يا مامي بلو. ماشي طب خلي بالك يلا اتفرجي بقى. بصي هيقول بلو برضو. كله بلو يا مامي. حلو قوي يلا اتفرجي. الا اللي هي هتكون بلو الحقيقه هي صح. ماشي يلا. بصوا يا جماعه يلا يلا. بصوا بقى يا جماعة غزولة ويزونة يتفضلوا ياكلوا الحاجات دي. يلا كلوا سويت يلا وكلوا فاكهة. يزونة كل فاكهة ماشي. يا روحي فين النضارة يا زن؟ النضارة؟ لا متقوليش عشان كان نايم. ألحها. يزونة اجيب لك ايه تاكلوا؟ جيب لك ها؟
ماشي يا يزن. بصي يا حبيبي كل فاكهة احسن عشان الدكتور قالك ما تاكلش حلويات. ماشي براحتك برضو، عايز تاكل حاجة كل برضو براحتك. على فكرة ده طعمه حلو قوي، ما تشكلت ممنوع، بس عايز يعني اشرب حبة صغنانين عشان ماشي حبيبي. شبتور وأمور وعسول، يلا كل اللي انت عايزه. يلا هتاكل ايه؟ أفل. طيب ماشي اشرحه لك. حاضر. بحر خير غزالة، صحتوني يا مامي، هتوحشيني لحد الصبح. انت بجد؟ وانت كمان يا روحي. فكرني الصبح لبستك حلقة. حلقة؟ لما يوم ما لبستي الحلق الكبير اللي انت كنت كاسباه فنسيتي تويز وانت ما لبستيش حلق، صح؟ عايزه مش عايزه بس لما قمت الحمد لله مش عايزه. ايه ده بتتكلم ايه ده؟ نايمه دي ولا ايه؟ كده 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 وزهقت من نفسي. طب وزهقت من يلا يلا جود نايت. خلاص اللي انت عايزاه خلاص. جود نايت، باي باي. قبل ما دينهم الفيديو تسيسالو لايك كوشير كومنت تسجف اشتركوا مع سندريلا غزوصة وصلوها اليوم مستعد. يلا بينا اشتركوا مع ايه احنا سندريلا غزوصة وصلوها ستي مشتركي مشتركي يا كاميرا. يلا جود نايت وصلوها اليوم مستعد. يلا بينا باي باي باي.